يسر ميدي كلينيك مستشفى شارع المطار الإعلان عن افتتاح مركز السرطان الشامل لعلاج أمراض السرطان بالطرق الحديثة، بما في ذلك طب الأورام والطب النووي والعلاج الإشعاعي الذي يقدمه فريق طبي ذو خبرة عالية. ولأن المستشفى جزء من ميدي كلينيك انترناشنال، فإنه يستفيد من الروابط القوية مع مركز السرطان الشامل في ميدي كلينيك مستشفى المدينة في دبي وأفرع ميدي كلينيك في سويسرا. يقدم فريقنا من الأطباء الخبراء في قسم الأورام وأمراض الدم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تشخيص السرطان وعلاج الأورام الطبي والجراحي. في قسم الطب النووي والتصوير الجزيئي نقوم باستخدام كميات صغيرة جداً من المواد المشعة للمساعدة في تشخيص وعلاج أنواع معينة من السرطان والأمراض الأخرى. يوفر تخصص علاج الأورام بالإشعاع في ميدي كلينيك مستشفى شارع المطار خدمات العلاج الإشعاعي المتخصصة والشاملة للمرضى المصابين بالسرطان وعلاج بعض الحالات الحميدة التي لا يمكن السيطرة عليها بطرق أخرى مثل الجراحة. ميد كلينيك، أخصائيون تثق بهم.